لو الحكاية فيها إن فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بتتكاثر المناسبات اللي فيها إيجابية وفيها فخار لينا كمصريين. المناسبات كثيرة، لكن هناخد النهاردة نتكلم على الشق الرياضي. ففي الشق الرياضي لأول مرة يبقى فيه سوبر بين ناديين مصريين أيا كان اسمهم، يطلع أهلي وزمالك، يطلع إسماعيلي واتحاد، يطلع اللي يطلع، لكن في الآخر هم بيمثلوا مصر، شايلين على مصر في قلبهم وعلى دماغهم وعلى جسمهم وعلى أرض مصرية كمان. ده بيستدعي مننا رسالة لكل الأشياء في ظل COVID-19 وفي ظل الجائحة. احنا بندعم السياحة زي ما بندعم السياحة، بنوصل رسالة نحن إيجابيين، نحن آمنين، نحن في رقي في تعاملنا مع الأحداث الهامة. ندي صورة ونموذج. أنا ما بوعش ولا حاجة، إنما بقول إن الدنيا كلها بتشوفنا كصورة ونموذج في ظل هذه الجائحة. كام دولة تقدر تستقبل ده؟ كام دولة تقدر تعمل الماتش ده؟ إحنا ده فخار لينا، وزود الفخار إن إحنا نبقى صورة مشرفة، إحنا كمصريين، كطرق، كانضباط مرور، كناس جوه الملعب، كهتافات، كلاعبين داخل الملعب، كل الرسائل الإيجابية.